عليكم، مرحبا بكم معي مرة أخرى قناة سلمي تكوني تذكرت جديد في القناة. فأهلا، أنا سميتي سلمى وإذا كنتم مقدامي فمرحبا بكم معي مرة أخرى. تلفت الهضرة. الفيديو ديال اليوم صراحة جاء على غفلة، حيتاش كنت قلت لكم بلي بغيت نجرب الاندومي الكوري اللي كان جاني في الفيديو السابق اللي جربت فيه بزاف ديال المنتجات الكورية، وقلت لكم بلي ديك الاندومي غادي نوجدو في التيك توك. كنت باغا نجربو في التيك توك ولا طاح ليا فكرة بلاتي سلمى، بقيت كنقول شنو هو الفرق ما بين النودلز الكوري والنودلز ديالنا حنايا اللي تحت اسم اندومي. فقلت ضروري خصني ندير فيديو في اليوتيوب ونكتشف شنو هو الفرق ما بين النودلز الكوري والاندومي العادي. طبيعة الحال الفيديو غادي يجي طويل شي شتيتو، وحنايا كنكتشفوا شنو الفرق ما بين النودلز الكوري والاندومي العادي ديالنا اللي كناكلوه كاملين حنايا، اللي الثمن ديالو 3 دراهم، 3 دراهم واش درهم ونص، المهم هما جوج بخمسة دراهم. لما زيدو نطولو في الهضره نيشان، حيت انا فيا الجوع الصراحه وباغا ناكل، فغادي ندوزو نيشان نطيبو هاد الاندومي ونشوفو المكونات ديالو، نشوفو شنو فوسط منه وشنو الفرق ما بين هذا وهذا. فقبل ما نبدا بغيت نطلع التعليق هذا اللي كانوا من اجمل التعاليق اللي قريتهم في الفيديو السابق. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف، الله بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الحب ديالكم والدعم ديالكم والحب ديالكم، صراحه هو الحب هو الاكثر حاجه، الحب ديالكم شكرا لكم بزاف. خلينا دابا نمشيو نجربوا النودلز ديالنا ونجربوا الاندومي ديالنا. نتوما اصلا كتسناوني مولات اندومي سو يعني عادي، يعني ما تستغربوش مني اذا درت لكم فيديوهات ديال الاندومي، حيت نتوما كتسميوني مولات الاندومي. ما عرفتش علاش، ما عرفتش علاش درتوني هذا اللقب، ما عجبني عجبني، اللهم كون مولات اندومي ولا كون مولات شي حاجه. سو خلينا ندوزو ونشوفوا الفرق ما بين النودلز والاندومي ديالنا. عندنا النودلز الكوري وهنايا عندنا اندومي ديالنا اولا النودلز ديالنا. اول حاجه كي كنلاحظوا هو الحجم، الحجم ديال هذا كبر من هذا هذا ديال الدجاج. المهم اصلا مكتوبه فيها هوت تشيكن فليفر رامن، سو هذا ديال الدجاج، وانا اكسبري شريت اندومي ديال الدجاج باش نشوفوا الفرق ما بين هذا وهذا، هذا وهذا، هذا وهذا. شي واحد يتفلسف عليا ويقول لي هذا ماشي ديال كوريا، ها هي مكتوبه ميد ان كوريا، ميد ان كوريا، فما يجي شي واحد يتفلسف عليا ويقول لي لا هذاك راه عاد المغرب ماشي ديال كوريا، ميد ان كوريا. اصلا البنت اللي جبتو من عندها كتجيب السلعه كامله ديال كوريا، فما يتفلسف عليا شي واحد. انا ثاني ملاحظه والفرق هما في الريحه فحال فحال، ما نكذبش على الله، الريحه هذه فحال الريحه هذه، يعني هما ما طايبينش. المهم ثاني فرق هو الحجم، طبيعه الحال الحجم 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 هذا حجم عائلي وهذا حجم اطفال، هذا حجم اطفال ماشي حتى حجم فردي، هذا حجم ديال الاطفال، الاطفال يمكنهم ياكلوه ويشبعوا، ولكن هذا تشبع منه. زائد حتى الطبيعه ديال النودلز مختلفه، هذه كتلاحظ النودلز ديالو مغليظ، هذا النودلز ديالو كتلاحظو رقيق، عامل ما فهم بحال الشعريه الصينيه، هذا لا هذا عامل بحال سباكيتي هذا غليظ على هذا. فخلينا نطيبه. هذا هو طيبناه وهذا هو طيبناه، حاول نخلي هنا الماء وخلي هنا الماء، علاش باش ما ينشفوش، حيت النودل بصفه عامه اي فوا كتزول ليهم الماء كيقبطوا في بعضهم وكيوليو معجنين، ما عرفتش علاش، مع اني انا صراحه ما كيعجبنيش داك الماء اللي كيبقى فيه، ولكن هو السيستم ديالو هكا. الوغ هي الصراحه رغم ان هذا النودلز الكوري كبر من الحجم ديالو من اندومي، ولكن تقريبا جو بحال بحال، الزلافه ما عمرتش يعني ما عمرتش ما تخطاتش ما جاتش عامره، لا بان لي تقريبا فحال فحال، هذا زايد واحد الشويه يعني واحد اللقمه على هذا. اول حاجه غادي نحطوا التوابل ديال الاندومي ديالنا العادي اللي معروفه، كاين هنا البحر وكاين هنايا هذا ما عرفتش شنو، بحال كلور اللي كيعطي النكهه واللعيبات وداكشي. فغادي نديرو هنايا ونخلطوه مزيان. دابا غادي ندوزو هذا الكوري، النودلز الكوري صراحه ما نديرها، هذا داكشي مجفف داكشي شد في بعضه،
شنو هذا حتى هو ما نعرف، تقريبا بحالو بحال الاندومي ديك الغبره واللعيبات. غنحطوا هذه الغبره هذه، وغادي نديروا هذه الثانيه اللي كتجي معاها اللي الصراحه ما عرفتش شنو هي، ولكن واحد الحاجه هذه فيها ريحه الجبن، ريحه الجبن عاطيه، فغادي نزيدوا هذه. كتشبه داك الصلصه اللي كتجي في الاندومي الحار، النودلز الحار، كتشبهها تماما. ملاحظه ثانيه عندنا هو ان هذا ما كيتبدلش اللون ديالو، عكس هذا كيتبدل اللون ديالو. بطبيعه الحال ديك الصلصه الحمراء اللي زدناها هي اللي بدلت اللون ده، هذا لا، هذا كيبقى نفس اللون ما كيتبدلش، هذا وهذا كيبقى، يعني كاين تغيير، كاين تغيير، كاين تغيير، كتحسوا بحال الشعريه بالمرقه. اول حاجه غادي نبداو بها هي تذوق اندومي ديالنا، محبوب الجماهير والعرب بطبيعه الحال اندومي ديالنا. المهم انا ماشي حريفه الاكل بالاعواد، دونك اذا شتوني هزاهم بطريقه غريبه فراه مازال كنتعلم. كيب ان مايند، يا بسم الله. انا صراحه اندومي كيحمقني ما نكذبش على الله، انا اندومي كيعجبني وبزاف، دونك واخا ناكل نوتة ثلاثة عندي الدنيا هانية. عشاق اندومي بانوا عندي لتحت، وقولوا لي ان النكهة كتعجبكم كتر، مع انهم الصراحة كاملين نفس النكهة، رسمية اللي مبدلة. اندومي عاكمكم واكلينها ما لا تعليق، اندومي وصافي. دابا ندوزو ندوقو هذا، هذا ماشي حار بالنسبه لي، يعني الحار ده هذا راه ما حار ما تلعبه، عادي وخا ناكل فيه يعني كما كليت ما كنحسش لا بحروره لا بوالو، غير اندومي والسلام، تشد به الجوع في وقت اللي ما كيكون فيك الجوع وما قادر طيب ما والو، فهذه هي اسهل حاجه، اسهل حاجه تقدر تاكلها. دابا غادي ندوزو لتذوق النودلز الكوري اللي تحت اسم هوت تشيكن فليفر، سو بسم الله ولنبدا. وناري وشحال حار، كتحسها بالحار، كتحس بواحد الحاجه سميتها الحار، وناري وشحال حار. اذا ديك الصلصه حاره، غير هي ماشي ديك الحار ديال النودلز فوا ثلاثة وفوا، يعني ديك النودلز الحار اللي كيكون الحار ديالو انتونسيتي، الانتونسيتي ديال الحار الاخر كتكون مجهده بزاف، ولكن حار كيبقى حار، على هذا كيبقى حار، كيبقى حار فريمون، كيبقى حار، وفيه النكهه ديال الجبن الاحمر امجهده. نعم سيدي، بسم الله. حار حار، والجبن الجبن الاحمر عاطيين لمنك، هذا الجبن الاحمر هما كاتبين فيه تشيكن يعني الدجاج، والله ما حسيت بالبنه الدجاج، البنه الدجاج كاينه هنا وما كايناش هنايا، ما نكذبش عليكم، هنا كاين واحد الهيته ديال هنا، كاين على الجبن، الجبن الاحمر داك الجبن الاحمر راكم عارفينه، والحار الجبن الاحمر والحار، هادشي اللي كاين هنايا، ولكن وشحال حار، وشحال بحال اللي كتاكل هريسه الزيتون، حار. وانا اي حاجه حركه كنحمقني، حسيت جالسه كناكل والمعده ديالي بدات تحرقني، وانا نتكل لكم ما عرفتش درت لكم يوم كامل بالحار ومرض. ولكن عجبني بنين، مي يمكنش الا والو، بنين بنين بنين، في داكشي اللي كيعجبني الحار والجبل الاحمر اللي كيعجبني، واهي ناري وشحال بنين، واهي ناقص واحد الحاجه اللي ديما كتكون في النودلز الاسيوي ولكن ما كايناش في هذا، هو ديك كيديروا ديك الزنجلان ولا عبيتي كاس، هذا ما فيهش، هذا عادي عامل فيه ديك المكونات بحال يعني ديك العطريه الاولى بحال اللي كاينه في اندومي، غير هي هذه البنه الجبن، البنه الجبن فيها يعني مجهده، عكس النودلز اندومي العادي. شرب الماء ونرجع لكم حتى شرب الحر خربق لي لساني، باش نكونوا صريحين، هذا كاتبين هوت تشيكن فليفر تشيز، وكاينه حتى الاخر تشيز يعني فيه حتى الجبن، بصح فيه الجبن، الجبن ديالو
عالي يعني بنه الجبن كتحس بيها، ولكن ما كتحسش بنه الدجاج. كنظن بلي الحار غالب عليها، فالحار كيشحطك الحار، وكي كتاكل كتحس بديك البنه الجبن والحار. العكس ديال الاندومي، الاندومي سواء شريتي الكروفيت، سواء شريتي ديال اللحم، سواء شريتي الدجاج، سواء شريتي اي نكهه، اذا حطيتيهم بثلاثه بهم كل وحده درتيها في زلافه، يعني الدجاج درتيه في زلافه، واللحم درتيه في زلافه، والكروفيت درتيه في زلافه، والميديتيراني حطيتيها في زلافه وذقتيهم، عيجيوك نفس البنه. هذه عن تجربه، كيجيوك نفس النكهه، يعني ما كايناش ديك النكهه، ما كتحسش بالنكهه ديال القمرون، اولا كتحس بالنكهه ديال الدجاج، اولا عكس هذا. هذا كتبين الجبن، كتحس بالمذاق ديال الجبن، هوت ماشي عا هوت، شي حاجه فوق هوت. العافيه بقى شويه عندي يخرج العافيه فريمون. هذا يعني ديك الشيء اللي مكتوب فيه هو اللي كاين، بحال اللي جربت ديك المراتي فاش جربت السناكات الكوريه، كانوا كاتبين فيها الاعشاب البحريه والسمك، وفريمون البنه ديال الحوت عاطيها مع انا اختي، يا ربي اسمح لي، يا ربي اسمح لي، ما عنديش بزاف مع الحوت، ما عنديش معاه بزاف، يعني خاطري كيتروع، الا كليت بزاف في الحوت خاطري كيتروع، فما عنديش بزاف معاه، كنفضل الدجاج، كنفضل المشويات على 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 على, على... على الحوت. كان جاني واحد التعليق، وحده كتبت لي انت ما كتاكليش البيض وما كتاكليش اللحم وما كتاكليش الحوت. انا شكون قال لك ما كناكلش اللحم؟ انا اللحم كناكلها، ولكن انا عندي حساسيه من اللحم، هذه غير تنبيه. زائد البيض كنت كناكلو، وما نكذبش عليكم كنت كناكلو كل صباح، عندي جوج البيضات كناكلهم، تروع الخطر ديالي تروع، دابا وليت كنشم غير الريحه ديالو كتغيلفني، ما بقاش عندي معه، ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها البيض، يا ربي تسمح لي. شي غير الطياب اذا داروا فيه البيض كنحس ديك الزفوريه ديال البيض كترونني، ما عرفتش بحال شي واحد ملي كيبقى ياكل في الحاجه بزاف وكتنفر منها هكا كجرالي مع البيض. اما اللحم كما قلت لكم انا كحمر، شي في العيد الكبير كنطيح في اللحم عاميه، ولكن كناكل اللحم من هنا كنمرض من هنايا، عليها كناكلهم بكميات قليله، ما كناكلش بزاف فيها، راه حتى المرضى ديالي خايبه من جهه اللحم. بالنسبه للحوت كما قلت لكم كناكلو، ولكن هو ماشي بكميات كبيره، الا فوت فيه صافي خطر ديالي كيتروع، وكنبقى النهار كامل ما واكله والو، يعني انا البريفير الدجاج، فكناكل الدجاج بزاف بزاف. يعني هاد اللقطه هادي كانت بين قوسين اجابه للتساؤلات ديالكم. ندوزو المقارنه ديالنا ما بين الاندومي والنودلز. سو انا الا كان عندي النودلز الكوري في الدار فجو بريفير ناكل النودلز الكوري، علاش؟ البنه ديالو مجهده، زائد انا كيحمقني الحار، الحار فيه، زائد كما قلت لكم يعني كتبين لك الدجاج كتحس بالبنه الدجاج، كتبين لك الجبن كتحس بالبنه الجبن، كتبين لك الحوت كتحس بالبنه الحوت، يعني ديك الفليفر اللي هما حاطينها كتحس بها، كتحس بها عكس اندومي. هذا زائد هذا فريمون شبعي، انا كليت غير شويه وحسيت براسي بديت كنشبع، كما كتلاحظوا حتى الشعريه ديالها غليظه مقارنه بالشعريه هذا، شو غير الشعريه ديالها غليظه، يعني كتاكل عارفش كتاكل، الشعريه ديالها غليظه مقارنه مع هذا. وكما قلت انا جو بريفير هذا، هذا فريمون سطاني ولا عندي في الدار غادي نبقى ناكلو 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 عكس اندومي. ولكن طبيعي الحال لان حنايا في المغرب متواجد عندنا اندومي بكثره، فعيب قديما ناكل اندومي. شو هذا ما كان في الفيديو ديالنا، قولوا لي تحت في التعاليق بالنسبه للاندومي شنو هي النكهه ديالكم المفضله. انا صراحه كيعجبني الدجاج، كيعجبني النكهه ديال الخضر، بحال هاد كيعجبوني بزاف، كناكل حتى اللحم، انا كناكلو كامل ما نكذبش عليكم، اصلا كيجيبني كما قلت لكم فحال فحال. قولوا لي نتوما ان النكهه اللي كتاكلوها بزاف اندومي، واذا كان عندكم اندومي والنودلز الكوري شنو هو اللي غادي تسبقوا، واش النودلز الكوري ولا اندومي؟ امين حتى بطبيعه الحال. اكتبوا لي هادشي كامل في التعاليق، كنقرا التعاليق ديالكم كاملين، واخا بعض المرات كنعجز ندير قلب، ولكن راه كاملين قرياكم، كونوا هانيين. كيما كنقول لكم انا راه اكبر معجزه في الدنيا، ورا الحاجه كنشوفها بعيني وما نضش نديرها، وعا حدا يدي وما نبركشي، سمحوا لي بزاف، مي فريمون كنقراكم كاملين وكنبوسكم كاملين واحد واحد من هنايا، ماشي راه متكبره، انا راه عاديه، انا معجزه، فرق ما بين متكبره ومعجزه، انا معجزه من الاخر، فكتبوا لي تحت التعاليق اللي قلت لكم، وما بقى لي نقول لكم غير السلام عليكم، تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.